كلنا بنتفرج على أفلام وبنتأثر بقصصها وأبطالها، يعني بنبكي بنضحك، بس إنه الموضوع يعني يوصل لشيء أكبر من كده ومو متوقع أبدا، يعني هذا الشيء غريب. خلونا نشوف الفيديو هذا ونرجع. دونك بوتلدي لا يعني عدنا المشهد مرتين عشان تركزوا فيه. المشهد اللي شفتوه لفيلم هندي اسمه Love Ready، وخلال المشهد زي ما شفتوا البطل بيضرب بنته بحجر وبيتبرأ منها، وبيكون دوره في الفيلم شرير جدا. يعني بعد العرض أبطال الفيلم فاجأوا الحضور في واحدة من صالات السينما وطلعوا لهم، وزي ما شفتوا صفقوا لهم وحيوهم. وهنا يجي الخبر، كان في واحدة من الحضور متأثرة لدرجة كبيرة جدا. يعني انتوا اكيد حتقولوا مثلا انه جريت مثلا على البطل وفرحت وتصورت معاه مثلا، يعني زي اي احد لما بيشوف ابطال فيلم مثلا كده حماس يعني وكده. لا، تفكيركم صراحة مو في محله، لانه التأثر كان اكبر بكثير ومو متوقع، وفي نفس الوقت ممكن تقولوا يعني مضحك يعني نوعا ما. شوفوا ايش عملت ماتيندا. يعني هذا غضب واحدة عندها مشكلة شخصية في الموضوع أو عاشت شيء يعني مماثل لكده ونزلت تنتقم منه. يعني على العموم يعني طبعاً إحنا زي ما شفنا متأثرة بشخصيته يعني جداً وكرهته في الفيلم، يعني جريت عليه وصفعت له وصارت تقول له أنت شرير وكيف تعمل كده في البطلة، والناس يهدوها ويقولوا لها ترى فيلم، وهي مكملة الصراحة زي ما شفنا يعني مرة متأثرة مسكينة. على العموم أكل علقة برضه هو على الماشي. مشاهدينا في أمان الله.